جد سعيد باش نشارك في هذه الليله، هذه الليله رمضانيه حقيقه. ما كنتش كنتوقع انه ليله بهذا المستوى وبهذا الحضور المميز. فانا كنشكر الحضور الكريم وكنشكر الطبقه، الناس اللي كانت طبقه يعني هو هذا الطرب كيف قلنا ولا في الكواليس، انه طرب هذا يعني في واحد النوع ديال الثقافه، واحد النوع ديال، فلهذا الحمد لله اليوم وجدنا على انه باقي عندنا جمهور وباقي عندنا الناس كذا. غير الناس خصك توجههم وتعطيهم البلا اللي هو نقول مثلا تشهي. لا ابدا ما بقاش بقى واحد البركه، وهذيك البركه بكل اسف اللي بقات اعطت نفسها واحد المكانه يعني بحال ولات تتنهي وتتامر. يقول وانا من هنا دائما وقت ما جاتني المناسبه تنبغي نذكر بين الوقت اللي كانوا كيجيو ما تيدخلوش مع باب دار الحفله، تيجيو غير تيتصنتوا، باقي ما كاينش فين يدخل بالجمهور اللي كانوا، ما كاين وما يقدش يتجرا ويقول الان صبح في واحد المكانه ديال النهي والامر وكذا وتندير وكذا وكذا وكذا، ونقول لهم راكم غالطين. الطرب عندهم تيمشى مع مواليه بطبيعه الحال، البركه اللي بقات تسرزق الله، تسرزق سيدي ربي، تنقول لك الواقع فهمتي. ولهذا كل واحد يجلس ما حلو، بقى هاوي ولا بقى كتصنت التسجيلات، ولكن ما تعداش هذا الحد هذا. ما كاينش دابا الاسماء اللي يمكن لك ترشحها مشات كدير فن اخر. ذوقيني راه تنهضر معاك هضره عاليه جدا. دابا باش يمكن لي انا نرشح واحد السيد ونقول هذا هو اللي غادي يقبط العالم، ايه كاين لابد، ولكن ما يمكنليش نرشحه هو بعد هذاك السيد تيعمل فن اخر. فهمتي؟ انا كان خصني واحد اللي ميت في الخط وكذا. المغني اللي كاين انا ما تنشوف يعني كاين بعض المغنيين اللي كانوا في الاندلسي ولاو تيعملوا الطرب بالاخص في الشمال، يعني بحال عبد الواحد التطواني، وبحال يعني عبد الواحد التطواني اندلسي وتيغني اشعار اندلسيه لحنان الراشدي، يعني هذا على راسهم بعدا السيد التطواني فهمتي. كاين في الشمال، اما الان الناس اليوم الله يكون في العون، الناس كتمشي تقضي الغرض ديالها، اللي كيمشي للكباري واللي تيمشي للهارت تيمشي كذا كذا كذا. وما ما باش يمكن لي نرشح لك واحد الانسان اليوم اللي هو بين قوسين مخلص للمادة ولا كذا كذا كذا. يعني هو يكفي فخر انه فيه جواء العيد، يعني مزيان اللي درتي لي انتباه انت لهذه القضية. لا انه كان الفرح اللي كان في العائلة، سواء اي فرح الزفاف او سبع او كذا وكذا، تيواتيه هذاك الطرب تيواتيه. حتى اذا كان ولا بد من شي جوق عصري او كذا، كان كيكون في المستوى بحال دابا في فاسد، كان تيكون الجوق ديال الشهي ولا شي حاجه مسائل. الان دابا انت شتي ولا البنادير وكذا ولا اخره، مزيان كل وقت. انا شوف انا مع الوقت، ولكن انا غير تنقول ما يبقاش واحد النوع الاهمال لهذا الفن العظيم، لهذا الفن العظيم اللي هو شي كثير فهمتي. كنقول ما يتهملش، تبقى معطيها الاهميه اللائقه به اللي كانت فهمتي. هذا ما كان الاعتزاز ديالي، بقى دائم بهذا الفن ديالي، وتنتمنى انه نبقى وافي ليه، وان شاء الله باذن الله نبقى الوفاء والاخلاص ان شاء الله.